أكتر سؤال بيضايقك في الانترفيوز جنرال؟ أكتر سؤال بيضايقني، مش بيضايقني بس أكتر سؤال بيتقال لي، أو مش يعني ما هو بيضايقنيش صراحة بس هو بيتقال كتير، اللي هو بتتخلص من الضغوط إزاي اللي هي اللي عليك، أو إن أنت هل ابن الكابتن شوبير دي مثلا بحاجة شايفها، فهي يعني مستحيل تكون حاجة شايفها وحشة، يعني ده أبويا فاهمة، فأنا بفتخر بيه في أي حتة. فممكن السؤال ده مش بيضايقني بس هو بيتسأل كتير، اللي هو بتخلص من الضغوط ازاي، اللي ممكن بيضايقني اللي هو بتاع بتتضايق من انت ابن الكابتن شوبير؟ لا مش متضايق، انا والسؤال اصلا يعني انا لو مذيع ما اعتقدش ان انا احط السؤال ده في حد، لو حد ابن نجم كبير او كده هساله السؤال ده، اللي هو بتتضايق؟ لا انا متضايق معلش اكيد لا مش عشان متضايق دلوقتي، ما تسالنيش السؤال ده اصلا بتضايق منه، فاكيد لا انا بتضايق من السؤال نفسه انه ملوش لازمه، بس فاهم قصدي ملوش اجابه بالظبط، لان اجابته كده كده واضحه فاهم قصدي. بس طب سؤال بيعصبك عمرك ما تجاوب عليه في انترفيو، تقول له لا معلش لو سمحت انا مش هجاوب على السؤال ده؟ لا ما انا الحمد لله بطبعي هادي وبارد، فما كنت عصبي بس لا انت لحد دلوقتي عصبي يا كابتن؟ لا خالص، لا والله خالص بالعكس، انا كنت عصبي بس عارفه انت في حاجات كده بتلاقي ان الدنيا مش مستاهله اصلا، صباح الفل يعني، اللي هو انا هتعصب ليه؟ واحد مثلا ما عدش يتمني في الشارع اصلا هشوفه تاني فين؟ فاهم قصدي ايه؟ يعني انا برضو ضد مبدا ان انا مثلا حد في العربيه رمى عليا، ما هو اكيد مش قاصد يعني، يقصد يلبسك مثلا في البتاع رمى عليا خلاص رفع ايده السلام عليكم وعليكم السلام، لكن افتح ونقعد نشتم في بعض ومش عارف ايه، وما نازل صلاح سالم وهو يكمل كوبري اكتوبر. طب ما وبعدين اشوفه فين انا تاني؟ أيوة. هشوفك فين تاني عشان ولا نعاتب بعض ولا نصلح؟ انا كده ما اعرفكش، ولا تشتمني ولا اشتمك وانت في حالي وانا في حالك، فما اعتقدش ان في سؤال ممكن يعني ما فيش سؤال يعني. طيب لا الحمد لله. طب يعني في سؤال اتسال لك في انترفيو كلهم جاوبت عليهم؟ مفيش سؤال اتسال لك وقلت لا مش هجاوب؟ لا ما اعتقد، مش فاكر، بس انا ما طلعتش كتير، بس ما اعتقدش ان في حاجه حد مثلا قال لي حاجه وانا كان عندي اعتراض على السؤال، او ممكن يعني مش عارف، ممكن مثلا ايه يعني مش عارف، ممكن عارف انت قصه بالي يقول لك بتتضايق برضو من ان كابتن شوبير مثلا بيقول اخبار ومش عارف ايه، فبتيجي تخبط فيك انت ان انت بتقول اخبار وبتاع، يعني ريليتد طبعا كابتن شوبير ممكن مش بتضايقني، بس اللي هو يعني برضو ارجع تاني اقول لك القصه هنا، انت لو بتفكر يعني كابتن شوبير شغال من قد ايه في المجال؟ طبعا من قبل يعني من قبل ما انا اتولد طبعا من قبل ما انا اتولد والكلام ده، يعني هو ساعه ماتش الفاينل بتاع افريقيا هو طلع بالظبط كده، الموضوع ده حصل جه قبل الماتش راح قال لك 3 هنا و3 هنا، كان ساعه الكورونا ساعه التيست اللي بنعمله، فاحنا ما بنعرفش فاهم قصدي ايه، احنا مش عارفين، احنا عملنا التيست ومش عارفين، راح هو كاتب على تويتر 3 هنا و3 هنا، فبقت الناس فهمت ان في 3 بوزيتيف هنا و3 بوزيتيف هنا، فاللعيبه اللي معايا في الاوتوبيس جايين بيسالوني هو مين الثلاثه اللي عندنا، انت فاهمه حاجه؟ وانا اللي قاعد اقول لهم والله ما اعرف مين مع الكابتن، يعني بقول لك حتى بتحصل مع الليه الكابتن اللي كده، اقول لهم والله ما اعرف انا زيكم اهو فاهمه، وطلع بعد كده كان عندنا 3 اصابات وهم عندهم 3 اصابات، ففي حاجات والناس برده هو الربط طبيعي كده كده يعني طبيعي لازم يبقى في ربط، بس زي ما يبقى في ربط وبقول لك ده الطبيعي الطبيعي برده يبقى في ده فاهمه قصدي ايه، يعني انا مش عايز اخش في الموضوع قوي بس هم لازم يكونوا بس اذكياء اكتر بس من يعني كده. كابتن احمد ما بيقولكش عموما سؤال كده او معلومه كده؟ لا هو عارف كويس، اصل هي انا هقول لك على حاجه، ده شغلي انا ما ينفعش اروح اقول له انت بتعمل ايه في شغلك ولا مش عارف ايه، ولا هو هيقول لي ولا انا هقول له فاهم قصدي، هو علاقتي بيه يعني طبعا في الكوره زيه زي ابويا عادي، في عارفه انت لو مثلا في ناس كتير ابوه واخوه بيجي يتفرج على التمرين، انا لو هو جه يتفرج على التمرين الناس هتبص يقول لك هو ليه جاي يتفرج على التمرين، مع ان ممكن تلاقي ابوه واحد زميلي في الفرقه قاعد بيتفرج جنبه يقول لك لا بس ده ولي امر عادي وده مش ولي امر، هي نفس المنطق برضه، ارجع اقول لك الموضوع ده هنا، فلا احنا ولا بنتكلم طبعا في الحاجات دي خالص، وهو برضه يعني كابتن شوبير بيعرف يجيب معلومته طبعا. بس انت يعني عمرك ما مثلا قريت حاجه ورحت سالت؟ لا طبعا، لان احنا برضه خدي بالك هنا عيلتي يعني، هنا احنا اسره كلها مع بعض وبنبقى متعادين مع بعض، اصل انت دلوقتي لو مش مأمني على سرك ما بقاش انا مستاهلش او مستاهلش ابقى موجود هنا فاهمه، والحمد لله يعني ممكن تسالي طبعا اي حد الناس شايفه الناس بتحبني الحمد لله هنا ازاي وبتعامل معايا ازاي، فمش محتاج اثبت العكس، انا بتعامل على طبيعتي، انا عايز تفهم كده مش كلاعيب طبعا، انا بتكلم الجمهور يعني اللي عايز يفهم كده خلاص دي حاجه ترجع له، انا برده مش همشي لا والله انا ما قلتش لا اصل دي مش انا مش هفضل امشي ورا واحد واحد فاهمه، ما هو كده كده برده الناس دي مختلفه على وجودك اصلا يعني مختلفه ان انت بتلعب كوره ليه، ولا انت مش مستحقش تبقى هنا فهتمشي برده ورا تقنعهم. قلت